هذا وغادر بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى مدينة سوتشي الروسية مختتما جلالته زيارته الرسمية التي قام بها إلى روسيا الاتحادية الصديقة وقد أجرى جلالة الملك المفدى خلال الزيارة مباحثات مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين إضافة إلى التطورات والمسجدات الإقليمية والدولية رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال